أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة السابعة من قناة التناصح ونستهلها بأبرز العناوين. الرئاسي المقترح يجدد دعمه لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، يشدد على وضع المؤسسة تحت السلطة المدنية. رئيس الوزراء الإيطالي يصف إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر بالأمر غير الحكيم، يجدد دعوته للأطراف الدولية لحضور مؤتمر باليرمو. القاهرة تسعى لتنصيب مجرم الحرب حفتر على رأس المؤسسة العسكرية. أهلا بكم إلى التفاصيل مشاهدينا الكرام. أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك دعم رئيس المجلس فايز السراج لما يعرف باجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، مشددا على أن الاتفاق النهائي للمؤسسة العسكرية يستوجب توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحيته. وأشار السلاك أو أضاف السلاك خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن السراج وضع خطة نهائية خاصة بالترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ من خلال التشاور والتنسيق مع الأطراف كافة. فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، يؤكد رئيس المجلس الرئاسي الانتهاء من وضع الخطة النهائية الخاصة بالترتيبات الأمنية ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الأطراف كافة. بحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها بمدينة طرابلس التي ستشمل مناطق أخرى، كما تناول الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية. وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس آمر المنطقة العسكرية الغربية لواء أسامة جويلي، كما تم بحث سبل تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية. وخلص اللقاء إلى أهمية تكاثف جهود كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لإرساء دعائم الأمن في هذه المنطقة والتنسيق العالي بينهما في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. قال رئيس ما يعرف باللجنة المشتركة للمصالحة الوطنية الشاملة وأحد المشاركين في اجتماع القاهرة صبحي سلامة أن اتفاق القاهرة بين الأطراف العسكرية المتفاوضة اقترح ثلاثة مجالس لتوحيد المؤسسة العسكرية. سلامة أوضح في تصريحات إعلامية السبت أن الاتفاق بين الأطراف العسكرية المتفاوضة في القاهرة نص على خمسة بنود، أولها المواد الحاكمة وهي 12 مادة، وثانيها الهيكلية التنظيمية للقوات المسلحة الليبية. وكشف سلامة أن البند الثالث تناول علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، موضحا أن هذه العلاقة تتجسد من خلال ثلاثة مجالس: مجلس للأمن القومي، ومجلس للدفاع الوطني، ومجلس للقيادة العامة. اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة التي لفها الغموض والحيرة منذ جلستها الأولى خلصت إلى مسودة اتفاق تضمن تكليف قائد ميليشيات الكرامة
بمهام قائد الجيش لمدة 5 سنوات دون عزله من منصبه، ضربة بالمادة 8 من الاتفاق السياسي عرض الحائط، كما أنها لم تلقي بالاً لبيان الرئاسي المقترح الذي حذر فيه من الاتفاق خارج إطار ثوابت الاتفاق السياسي. المسودة تضمنت أيضاً تقلد العسكريين للوظائف والمناصب السياسية في أحوال خاصة تجيزها التشريعات في بعض المراحل، في خلاف واضح لمشروع الدستور في ليبيا. بنود وفقرات عديدة تضمنتها مسودة القاهرة يبدو أنها فصلت لترضي طموحات رجل بعينه ألا وهو حفتر، وهذا ليس بالغريب على القاهرة، فالنظام المصري الذي دعم حفتر برا وجوا في انقلابه العسكري وحربه في مدينتي بني غازي ودرنا لا يبالي في عقد اجتماعات ومؤتمرات طالما هدفها تنصيب حليفه على رأس المؤسسة العسكرية في ليبيا. إصرار القاهرة على تمرير هذه المبادرة لا يبدو ملائما لأرض الواقع، كونها لا تحظى بتوافق ليبي لا سيما في المنطقة الغربية، وهذا ما تؤكده تصريحات رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج خلال اجتماعه مع أمراء المناطق العسكرية وإبلاغهم بأن اتفاق القاهرة لن يقر إلا إذا وافق حفتر على إمضاء الاتفاق السياسي، وأن تكون المؤسسة العسكرية خضيعة لسلطة مدنية. قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن التفكير بإمكانية إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر المقبل أمر غير حكيم. كونتي أضاف في حديث مع صحفيين بمقر الصحافة الأجنبية في روما الاثنين أن هذا الأمر لم تقرره إيطاليا بل كان بمشاركة بروكسل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وذكر كونتي أنهم كانوا شموليين بدعوتهم جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الليبية، موضحا أن إيطاليا بالتعاون مع آخرين تقدم طاولة للحوار وفرصة للمواجهة. بحث رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الاثنين مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيان الأزمة الليبية. وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية فقد تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات في ليبيا وأهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يضمن تحقيق الاستقرار وفقا للمبادرة الرئاسية للتسوية السياسية ومخرجات الندوة الليبية أو الندوة الدولية حول ليبيا في باريس في شهر مارس الماضي، التي جددت المساندة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا على حد تعبيره. أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي عن اجتماع قريب يجمعه ونظيره الجزائري والمصري لمناقشة تطورات الأزمة الليبية. الجهناوي قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي جون إيف لودغيان في تونس العاصمة الاثنين أن هناك لقاء سيجمعه بوزيري الخارجية أو الخارجيتين الجزائري والمصري قريبا مناقشة الأزمة الليبية وتطور الوضع وكيفية المساعدة في حل الأزمة، لافتا إلى أن الاجتماع الثلاثي يدخل في إطار متابعة المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بحل الأزمة في ليبيا. تشابه وكان واتفقنا على مواصلة هذا الحوار، خاصة وأن تونس كما تعلمون في إطار مبادرة رئيس الجمهورية تواصل مساعيها بالتعاون مع الجزائر ومصر، ونحن لنا لقاء مع سيكون لي لقاء قريبا مع وزيري خارجية الجزائر ومصر للتباحث فيما بيننا كدول ثلاثة يعني في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لي أيضا للدفع ولمساعدة الليبيين على تخطي خلافاتهم وتوجه نحو حل سلمي للمسألة الليبية. أكدت كتلة الوفاق بالمجلس الأعلى للدولة الاثنين على ضرورة الإسراع في الدفع بعملية إعادة هيكلة السلطة التنفيذية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته الكتلة في العاصمة طرابلس للتباحث في مستجدات التعديل الرئاسي المقترح. وقال الناطق باسم كتلة الوفاق أبو الكاسم قصيط في تصريحات صحفية
أنهم اتفقوا على العمل خلال الأيام المقبلة على إعادة طرح ملف المناصب السيادية ضمن جدول أعمال مجلسه، في مقدمتها محافظ المصرف المركزي، ذلك بعد الأداء المتعثر والتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على حد تعبيره. قال عضو مجلس النواب المنحل خليفة الدغاري إن عدم انعقاد جلسة مجلسه كان بسبب تغيب عدد كثير من النواب عن الحضور. الدغاري أشار في تصريح صحفي الاثنين إلى أن جلسة الثلاثاء تتصادف مع ذكرى إعلان تحرير ليبيا الذي يعتبر عطلة رسمية، منوها إلى أن جلسة الأسبوع المقبل ستعقد دون تأجيل. يشار إلى أن مجلس النواب المنحل عقد جلسة الاثنين الماضي وخلصت إلى اشتراط إلغاء المادة الثامنة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي. أكد وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على ضرورة المضي قدما في مشروع الاستفتاء على الدستور. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية الأحد أوضحت بأن وفدا من الهيئة التأسيسية برئاسة رحوم الجيلان التقى المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة للتباحث في المسار الدستوري في البلاد. أفاد عميد بلدية الشرقية محمد العربي بتجدد الاشتباكات ليلة الأحد بين سرية خالد بن الوليد من جهة ومن وصفها بالمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة التشادية من جهة أخرى. وقال العربي في تصريح خاص للتناصح الاثنين أن السرية والكتائب المساندة لها ضيقت الخناق على المجموعات التشادية وحصرتها داخل مباني الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب، نافيا في الوقت ذاته تفاوض سرية خالد بن الوليد مع هذه الجماعات. نجا رئيس لجنة قبول الطلبة بمعهد الشرطة بمدينة درنا فرج رزق الحاسي من محاولة اغتيال استهدفته بحي باب طبرق شرقي المدينة. قال مصدر محلي من هناك للتناصح أن الحاسي تعرض لمحاولة اغتيال أثر استهدافه بوابل من الرصاص من مجموعة مسلحة قرب مقر إقامته، مشيرا لتعرضه لإصابة في إحدى يديه مع استقرار حالته الصحية. وتشهد مدينة درنا حالة من الفوضى الأمنية بعد سيطرة ميليشيات الكرامة على أغلب أحيائها مع تواصل العمليات القتالية في أحياء وسط المدينة. النشرة متواصلة مشاهدينا ولكن بعد قليل حيث تتابعون فيها. عدسة التناصح ترصد أوضاع مستشفى جاد العام. الناس اللي ساهمت في الانتخابات من مدينة بنغازي 138,312 مواطن. لا تتكرر هذه المشاهد إلا وسط مدينة نيويورك أو ميلانو أو دبي، لكنها اليوم في مدينة بنغازي الليبية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. إن ملحمة الكرامة التي انطلقت اليوم إن شاء الله كلها بنغازي يعني بكرة تبيها تطلع ونتحدى أي واحد يتحدى الكرامة. الله أكبر.
أهلا بكم من جديد. بحث وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي بشاغم القائم بأعمال السفارة الإيطالية المكلف لدى ليبيا نيكولا أورلاندو قنصل الإيطالي ستيف فروتس بياتي سبل التعاون المشترك في المجالات الأمنية بين البلدين. بحسب الصفحة الرسمية للوزارة فإن الجانبين تطرقا في لقائهما الاثنين بمقر الوزارة بطرابلس إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الأمنية خلال تكوين لجان أمنية مشتركة، مضيفة أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات الأمنية ومكافحة الإرهاب. أكد السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو ديميلغا رغبة بلاده في توثيق التعاون المشترك مع ليبيا في كافة المجالات الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع له مع وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي بشاغة بمقر الوزارة الأحد بطرابلس. ناقش الطرفان وجوه التعاون الأمني بين البلدين وتبادل الخبرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في كافة المجالات الأمنية حسب الصفحة الرسمية للوزارة. أفاد رئيس المجلس البلدي تورغا عبد الرحمن الشكشاك أن وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي بشاغة سيعطي تعليماته خلال المدة القادمة تفعيل مركز شرطة ومكتب هيئة السلامة والجوازات بالمدينة. وأكد الشكشاك في تصريح للتناصح الاثنين بأن هناك مدرسة واحدة تم تهيئتها بعد انطلاق العام الدراسي في مدينة تورغا. قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك في الإحاطة الأسبوعية الاثنين أن الفترة القادمة ستشهد معالجة ملف دعم المحروقات استكمالا لحزمة الإجراءات الإصلاحية، مشيرا أن تلك المعالجة تأتي لتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب. أضاف السلاك أن الرئاسي المقترح يتابع باستمرار ملف الاعتمادات وأداء المصارف التجارية في تطبيقها للإجراءات المتفق عليها، منوها أن حزمة الإصلاحات تسير وفق ما اتفق عليه مسبقا مع المركزي. بحث عدد من المسؤولين في إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سر التزرب بنغازي آليات لإعداد خطة العمل والميزانية التقديرية لإدارة التشغيل والصيانة للعام المقبل. جهاز التنفيذ وإدارة مشروع النار الصناعي وعبر صفحته أوضح الاثنين بأنه تم الاتفاق على وضع خطة العمل والميزانية التقديرية للعام 2019 التي سيتم استعراضها خلال الاجتماع القادم مع مدراء المواقع في منتصف شهر نوفمبر الحالي أو القادم. اعتمدت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة في قرار لها هيكلا تنظيميا داخليا جديدا للمستشفيات العامة والمركزية والقروية، فيما ألغت القرارين السابقين لسنتي 2009 و2014. وقالت الناطق باسم الوزارة وداد أبو نيران أن القرار تضمن أن تتولى المستشفيات تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والتشخيصية بمختلف التخصصات الطبية. وأشارت أبو نيران بأن القرار الصادر للسنة الحالية يتيح للمستشفيات عقد الاتفاقات الثنائية مع المستشفيات المناظرة لها، ذلك بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى والرفع من كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية أثناء العمل للرفع من مستوى أدائها بالتنسيق في ذلك مع الجهة ذات العلاقة. رغم نقص الإمكانيات إلا أنه لا يزال يواصل تقديم خدماته للمواطنين بالجبل الغربي. مستشفى جادو العام يعاني كغيره من المستشفيات في ليبيا من شح الخدمات وإهمال السلطات. عدسة التناصح رصدت أوضاع المستشفى، ومراسلنا هناك عد لنا التقرير التالي حول هذا الموضوع. في مشهد اعتيادي لقطاع الصحة في البلاد تحط بنا الرحال إلى مستشفى جادو العام، فمن الوهلة الأولى ينتابك التساؤل المعتاد، أين الدولة؟ فالمستشفى الذي يقع عليه عبء سكان الجبل بأكمله، والذي يضم أكثر من 70 عنصراً طبياً وطبية مساعدة، ويحوي على 120 سريراً فقط، موزعة بين أقسام الأطفال والنساء والولادة، وباقي الأقسام الأخرى، كما يوجد بالمستشفى قسم لغسيل الكلى، بالإضافة إلى غرف العمليات،
بحسب ما أفاد به مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى موسى شلومي. سعة سرية متاع 120 سرير والفعليين اللي اشتروا من 60 إلى 90 سرير حاليا. يغطي مستشفى جادو يشبه عدة أقسام: قسم النساء والولادة، قسم الجراحة العامة، قسم العظام، قسم الأطفال، غرفة العمليات متكاملة، قسم الأنف والحنجرة، قسم الجلدية، قسم المسالك البولية والباطنة، وإضافة للطبيب العام طبعا فترة على المستشفى. إلى أن مشاكل المستشفى المتراكمة أسوة بباقي المستشفيات في البلاد لا تعد ولا تحصى. نقص في الكوادر الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى شح الموارد المالية. المستشفى جادو يعاني من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، نظرا لظروف اللي تعاني منها طبعا ليبيا بالكامل، بالذات بعد ما تبقوا الرقم الوطني. مناشدات أطلقها رئيس قسم التحاليل بالمستشفى لوزارة الصحة بالتدخل بأسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية احتياجاتهم. ضينا نحت الكوادر هذه من هلبة، مواد مش متوفرة عندنا بكل الإمكانيات المجهود الذاتي، ونتمنى يعني من وزارة الصحة أن تأخذ الإجراء في أسرع ما يمكن. وتظل الخدمات التي يقدمها المستشفى رهينة الإمكانيات المتاحة والمحدودة من الخيرين بالمدينة للتخفيف على المواطنين من لهيب العيادات الخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المواطن. ويبقى السؤال: إلى أي حد وصلت وزارة الصحة في صرف الملايين ولم تشرق شمس النهار على أحد المرافق التابعة لها؟ أعلنت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية أن العمل سيتوقف بالوحدة التابعة لها بمنفذ الخمس البحري. الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية لحد بيّنت أن أسباب إيقاف العمل وخروج الوضع الأمني عن سيطرة الجهات المختصة ما يشكل خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه لن يجري التعامل مع أي شحنة غذائية داخل الميناء لحين تأمين المنفذ وفرض سيطرة أمنية كاملة داخله. بدأت شركة رينكو الإيطالية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تركيب التوربينات الثابتة بالمجمع رقم 1 بحقل السرير النفطي، وتم تحديد أماكن المعدات الرئيسية المخصصة لوحدة التوربينات والمولدات، موقع ضواغط الغاز والمحولات وغرفة التحكم. وسيوفر المشروع بعد انتهائه قدرة كهربائية تقدر بحوالي 36 ميجاوات. أخيرا في هذه النشرة، أصدر وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل قرارا طلب فيه مراقبي التعليم باختيار مدراء المدارس بمساعدة الطلاب، ذلك بتقليص عدد الكراسات والقرطاسية وعدم إلزام الطلاب بالزي الرسمي لمن لا تسمح ظروفه المادية. الوزارة أوضحت عبر صفحتها الرسمية الاثنين أن هذا القرار جاء بسبب ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، تردد للوضع المعيشي وشح السيولة، ارتفاع الأسعار على المواطنين. وإلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئاسي المقترح يجدد دعمه لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، يشدد على وضع المؤسسة تحت السلطة المدنية. رئيس الوزراء الإيطالي يصف إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر بالأمر غير الحكيم، ويجدد دعوته للأطراف الدولية لحضور مؤتمر باليرمو.
قتلى وجرحى في اشتباكات جنوب أم الأرانب، والأهالي يحصلون مجموعات المعارضة الشادية. وجاء في النشرة أيضا عدسة التناصح ترصد أوضاع مستشفى جادو العام. هذه النشرة انتهت مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى، دمتم في أمان الله.